قمنا بتدريب مجموعة من الفتيات على عمل الفسيفساء أو ما يسمى بالموزايك. هاي المنطقة نحن هون مشهورة، منطقة كفرنبي مشهورة بأحجار المتنوعة والألوان المتنوعة كمان، لذلك قمنا بالعمل هذا لحتى ننمي قدرات مجموعة من الفتيات اللي عم يبحثن على فرصة عمل ليشتغلني بهالمجال هذا. طبعا هذا المجال بده يكون المتدرب يكون عنده فكرة في مجال الرسم واختيار الألوان. كان في رسومات كتير حلوة ومعبرة، شيء منها قسم منها معبر عن الاستمرارية، عن الحياة، عن إصرار المرأة، وقسم الآخر كان في شيء بيحكي عن الطبيعة مثل البط اللي عم يسبح أو هيك صور. في تعب، في جهد، في مبين في يعني شغل فني وتقني له النظرة. كان الأشخاص اللي عم يشتغلوا بهذا المجال كان عندهم نظرة ثاقبة ونظرة فنية كمان. كان الشغل كتير رائع بشكل عام.